عدنا لكم من برنامجكم من الزمن الجميل. طبعا أساتذتي أرحب فيكم مرة الألف وأقول لك يا أستاذة يا قديرة أنا في ذلك هذا تكريم بسيط من أسرة البرنامج ومن القناة الله يحفظك. وكل عام بخير أنا في ذلك يا أستاذة. ألف شكر للقناة المهرية. الشكر لله ثم لكم والله أنكم شرفتينا والله. طبعا للطاقم الموجودين هنا وخلف الكواليس أشكرهم وأقول كل عام وهم بخير وصحة عافية. أنا بذلك أنا كل حبايبنا وأصدقائي وجيراني وأهلي وإن شاء الله ربنا يعم علينا بالصحة والأمن والأمان يا رب. اللهم آمين. شوية نحن مقصرين معك يا خالف ده ولكن عادي يا أنا حبيبي أنا بذلك. كفاية أني مطلبش حاجة منكم غير الزيارة والكلمة طيبة صدقة. أنا بذلك حتى ولو بالتليفون برضو أنا كمان زعلانة منك. أنا بذلك يا خالة أنا في قلبك وروحك ربنا يسعدك يا رب. طبعا مشكور عمولة أنا بذلك عمل عياش والله ما تقصر معي الوحيدة اللي دائما تزورني. الله يسعدك يا رب. شكرا لك انا بذلك يا خاله. وهذا طبعا يا دكتور انا بذلك ويعني تكريم بسيط. شكرا جزيلا وانا بذلك الشكر لله ثم لك انك شرفتنا والله دكتور. شكرا شكرا لك يا دكتور انا بذلك الله يسعدك يا رب. شكرا لقناه المهريه وكل عام وانتم بخير واهل عدن جميعا وفي اليمن جميعا بألف خير ان شاء الله. مبارك للجميع وانتظرونا في هذا البرنامج الجميل مع الدكتور القدير. هذا الزمن الجميل اسمه من الزمن الجميل منكم من منكم الزمن منكم انتم الزمن الجميل الله يسعدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم شرفتونا والله شرفتونا جدا 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 انا بذلك.